حتى السوداني بنفسه قام يشوف القنوات الاطار اللي دا له دا تغشه يابا يا والله دا يغشوه يعني والله العظيم انتم من دا تطبلون يا قنوات الاطار من دا تطبلون للسوداني انتم دا تغشوه شوف فجأة قمتوا تصورون بغداد حلوة والمحافظات الجنوبية عايشة بخير والحلة صارت السويد والديوانية صارت فنلندا فجأة وين وين الرجال رجال بارك الله بالمهندس بارك الله انتو دا تغشو خبن علما أجيبها اقول له يابا تعال هذا تشخيص الغلط والدليل إنه حكومة السوداني تشوفنا وتسمعنا وما تشوف قنوات الاطار حتى لو يطلعون وياهم لقاءات صدق صدق لانه احنا دا نشخص له الحقيقه احنا دا نقول للسوداني تعال تعال شوف شوف ايش دا يسوون ايش دا يسوون الشرفاء تريدون تطبلون طبلوا مو احنا بالنسبه لنا ما نمجد الحكومات احنا نفضح الفاسدين واللي ما على راسه بطحه ما يخاف ولا يستحي تمام لكن تسوي نفسك شريف علي بالنهار وبالليل غير لا لا حبيبي اني اريد لهذا البلد كل واحد يستلم مسؤولية بهذه الدولة يحط باعتباره أنه هو معرض للنقد ومعرض للتنبيش ننبش وراك ويوم ما نلقى عليك شيء نفضحك ونفضح وين طميت وين وديت الفلوس تمام؟ فهاي إلى السوداني إحنا لا وياك ولا ضدك إحنا الموظفين الكبار والصغار موجودين اذا انت كنت رئيس وزراء او مو انت، يعني انت باقي لك هالكم يوم وتروح الله وياك. سنه سنتين شهر شهرين وتروح الله وياك، مو؟ بس الموظف الحرامي اللي معشعش حسابه عدي فضيح يمي تمام؟ فحتى لا يصوروا لك قحطان ضد النظام قحطان ضد الحكومة ماتك لا حبيبي أنا يعني بالنسبة لي كرأي أنت كم يوم وتتوكل بالله بس الحرامية اللي مطمطميهم هذول عاني أفضحهم